الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن حياة الإنسان في ظل العلم النافع حميدة وسعيدة، والإنسان المتعلم هو الذي يفيد مجتمعه ويترك بصمة في هذه الحياة، بخلاف الإنسان الأمي يعيش نكرة، بل وغالبا ما يضر ولا ينفع، يفسد ولا يصلح. ثم إن التعليم المنشود في استنهاض الأمم هو الذي يقوم على أسس متينة ومفاهيم خصبة ومناهج مدروسة ترتكز على الماضي وتهتم بالحاضر وتخطط للمستقبل. وليس مفهوم التعليم مجرد تلقين، أي تلقين المعلومات للمتعلم وللطالب فقط، وإنما التعليم الناجح هو ما يقوم به المعلم من تكوين وتدريب وتربية للطالب. التعليم الناجح هو الذي يحدث التغييرات والتغيرات في حياة المتعلم، في حياة الطالب، ويحدث التغيرات العقلية والوجدانية والخلقية، وذلك حتى يكون الطالب إنسانا صالحا مصلحا يؤثر في الواقع بعلمه وسلوكه. فالطالب الذي نشاهده اليوم في الغالب لا يمثل التعليم بمناهجه المختلفة، ولا تستطيع أن تفرق بينه وبين الجاهل. إن طالب العلم الذي لا يكون على أسس متينة، ولا يتدرب ولا يتكون، ولم يكون على الأسس العلمية، طالب لا تستفيد منه الأمة ولا تنتظر منه تغييرا. ولذلك في التعليم يجب أن يركز يعني مناهجه على هذه الأهداف: أولا، ترسيخ الخطاب الديني في كيانه، في جسده، في عقله، في كيانه كله، وهو أن يعرف الطالب ربه معرفة تجعله يخضع لله سبحانه وتعالى ولشرعه، ويقوم بالواجبات، ويؤدي الحقوق، ويجسد تعاليم الإسلام الوسطي المعتدل في حياته خلقا وسلوكا وفكرة، فينبذ العنف والتطرف والإرهاب من سلوكه ومن مفاهيمه ومن أفكاره. ثانيا، التطوير العقلي، وذلك بممارسة مجموعة من النشاطات الحسية واللغوية، وذلك قصد تنمية عقله حتى ينفتح على محيطه وعالمه ويتطور معه استكشافا وإبداعا واختراعا. ولذلك تشاهدون في هذه الظرفية الحالية التي نعيشها، نرى كل الأمم تسابق الزمن في اختراع اللقاح لوباء كورونا إلا الأمة الإسلامية، فهي تنتظر غيرها. فأين العلم؟ أين العقل؟ أين التعليم؟ وهذا يؤكد أهمية مهمة، وهي إعادة النظر في مناهج التعليم لسد ما يعرف بفجوات الإنجاز العالمية التي تشكل البون الشاسع بين ما تعلمه المدارس وبين مهارات المستقبل. ثالثا، التطوير الذاتي، يتم ذلك بتعلم مهارات معينة ومهن مفيدة
وحرف نافعة. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني أرى الشاب فيعجبني بسمته وكلامه ومنطقه، فأسأل أله حرفة؟ فإذا قيل لي لا سقط من عيني. يعني بطال كسول لا يفيد نفسه ولا يفيد الأمة. وفي الآثار: إن الله يحب العبد المحترف، أي من له حرفة، صاحب حرفة. وداود عليه السلام كان صاحب حرفة ومهنة، وباقي الأنبياء والمرسلين. رابعا: التطوير الاجتماعي، وهو أن يعمل الطالب من خلال ما تعلمه من أجل تطوير مجتمعه إلى الأفضل، إلى الأحسن، وأن يهتم بأناقة الشوارع والجسد قبل ذلك، وأناقة الشوارع وبيته، ويحترم بيئته. خامسا: التطوير الوطني، هو أن يتحمل الطالب مسؤوليته تجاه وطنه، فيخلص في وظيفته، وإن تخرج وعمل فقد تعلم ذلك يوم أن كان طالبا، وبذلك سيخلص في وظيفته وعمله وصناعته، وأن يعمل على ازدهاره وتقدمه، ويدافع عنه بالقول والفعل، ولا يسمح لأحد تدمير وطنه وتشويهه أو التقليل من شأنه ولو بالكلمة. سادسا: التطوير الجسدي، هو أن يهتم الطالب بجسده لباسا ونظافة وأناقة، ولا يقلد غيره، فيطور جسده من خلال هويته وعقيدته فيتميز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعنى عناية بالغة بنظافة بدنه وثوبه ومكانه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.